ثاقلتم الى الارض. ارضيتم؟ انت راضي؟ يعني انت راضي ان ربنا بيعصف الارض ليل نهار وانت قاعد تاكل وتشرب كده وجنب مراتك وراضي؟ راضي انت حر بس ده مش مؤمن. ارضيتم بالحياه الايه؟ الدنيا. الدنيا الحقيره ادنى شيء، ادنى شيء. مش وان الدار الاخره اللي هي الايه؟ حيوان، اي الحياه الحقيقيه الكامله المليئه بالحركه والحيويه والمتع والبهجه والفرحه. ده انت يا عم لو لعبت ماتش كوره بتروح تنام تصحى تاني يوم العصر، هو انت فيك هي الدنيا دي فيها حركه اصلا؟ ده انت يعني لو حبيت لما تفسح بتطلع راس البر تشوف المصونه اللي هناك دي وترجع ويبقى اسمك الواد اتفسح. يا ابني الدنيا دي فيها حاجه. ارضيتم بالحياه الدنيا، الدنيا زي الدود اللي عايش تحت الطين كده، من الاخره؟ اي بدلا من الاخره، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. فوقه، اقف مع الايه دي كويس قوي، عشان لما تبذل في الدعوه الى الله تبقى بتبذل في الدعوه الى الله وانت، لان زي ما اتفقنا دلوقتي نفير الجهاد، انت هتجاهد ايه دلوقتي؟ الامه نفسها غافله. عشان فعلا تجاهد وعشان فعلا تقوم لازم الامه تبقى مستيقظه، فاحنا دلوقتي نفرنا نفير دعوه الى الله، نفير الدعوه، فانت دلوقتي ان لم تنفر في الدعوه كل كلمه فيها نفير وانت بتقراها احملها على الدعوه الى الله. ان عشان كده لما ربنا يقول بعدها الا تنفروا يعذبكم، ايه مرعبه، ايه تزلزل القلب. الا تنفروا، لو لم تنفروا، لو لم تعملوا للدين وتتحركوا بسرعه مش تحرك بتباطؤ، تنفروا قلنا النفير الحركه السريعه من مكان الى مكان، لو لم تتحركوا بنشاط وهمه من اجل نصر الدين الله الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. ايه الرعب ده؟ انت ساكت على ده وبعد كل ده ما انت شغال في الدعوه؟ الا تنفروا يعذبكم ليه؟ اول حاجه هيعذبك بسببها لو انت ما نفرتش، ان زي ما قلت لكم يا جماعه 95% من المنافقين يولدون ايه؟ مؤمنين. مش ربنا بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا؟ استوقد نارا ده جاب اشياء من هنا وحته خشب من هنا وحته ورق من هنا لحد ما عمل نار، فلما اضاءت. ده ربنا بيتكلم عن منافق. ده في الاول كان بيجري على دينه ويحضر درس هنا وكلمه هنا وتحفيظ قران هنا ودرس علم هنا ومقطع على النت هنا، كان قاعد، فلما اضاءت ما حوله خلاص شويه وهتنور جواه ذهب الله بنورهم. ليه؟ اتنكس في المرحله دي. كثير من المنافقين هو بدأ ملتزم متدين ثم تحول إلى منافق بسبب الدنيا بقى وإيه؟ وعوامل التعرية الإيمانية. فإلا تنفروا يعذبكم، لأنك أنت لو ما تحركتش أنت هتبقى منافق. غير قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. شعبة النفاق تشعب في قلبه، برع جوه قلبه. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، اللي مات وما تحركش عشان الدين. الحركه، الجسم اللي ما بيتحركش، يقول لك الرحم اللي ما بيحملش بيجي له سرطان، ربنا يحفظنا يا رب. اللي هكذا دايما، يعني ايه ده؟ حتى في قوانين الجسم، يعني مش عايز الستات، يعني مش عايز الناس تخاف، انما يعني ايه اكثريه هذا بتيجي فعلا في الحاجه الايه؟ اللي ما فيش فيها حركه. الانسان اللي دايما هو بيتحرك جسمه بيبقى سليم، الميه لو ما اتحركتش تعفن. فكذلك القلب المؤمن لو ما اتحركش في الدعوه يتعفن اصلا ويأسد ويعشش فيه النفاق وتنبت فيه الافات. وانت مش داري، ما انا بصلي جماعه اهو، ما انا عايش وسط الناس اهو، ما انا لسه دقني في وشي ولسه نقابي على وشي اهو، وهو بدا النفاق ينبت في قلبه. يبقى اوعى ما تتحركش. الحركه هي اللي ايه؟ هي الاوتوكلاف الرباني اللي بيعقم قلبك وبيطهر قلبك دايما وبيكشف لك العيوب اللي جواك. الا تنفروا يعذبكم، برضو لان ده اجرام، انك انت الدين يحتاجك وانت ساكت ده اجرام. يعذبكم عذابا اليما. غالب المفسرين حمل العذاب الاليم هنا على الدنيا وليس على الاخره فقط، على الدنيا. يعذبكم عذابا اليما، قال لك عذاب الذل، عذاب الهوان، عذاب الامراض النفسيه. الانسان اللي بيشيل هم الدين بيقل عنده جدا الهموم النفسيه اصلا والامراض النفسيه تماما. ليه؟ هو من عنده ربنا كده. تلاقي نفسك الايام اللي ما انت شغال في الدعوه اقل حاجه توترك، اقل حاجه تضغطك، اقل حاجه تكئبك، وانت شغال للدعوه انت ما بتفكرش في اي هم من الهموم اصلا، وكلك امل ان ربنا مش هيسيبك ويتخلى عنك طول ما انت بتتكلم عنه. ويستبدل قوما ايه؟ غيركم. غيرك بقى مش العينه بتاعتك، ناس بجد لما ربنا يقول لهم اشتغلوا اشتغلوا عشان الدين. استبدال، والاستبدال مراره لا تحصى. ولا تضره شيئا. يعني ايه ولا تضره شيئا؟ شفتها كتير جدا من اخوه كتير. يبقى مثلا ايه؟ شغال مع اخوانه في مشروع دعوي، فهو زعلان فنفس فتقمص
فطبعا مش عايز ينتقم. ينتقم من مين؟ ينتقم من اخوه؟ يا ريته انتقم من اخوه. ينتقم من الدين؟ ما هو المشروع اللي بينه وبينك ده دين. الدعوة اللي انا وانت شغالين، جماعة الخيرية اللي انا وانت ماسكينها، موقع النت اللي انا وانت ماسكينه، النزول للشباب اللي انا وانت بنعمله، ده دين. اما تنفس مني وتتضايق مني نتيجة يا عم ان انا انسان وحش، ما تنتقمش من الدين، ما تسحبش ايدك. في ناس كده اخوة كده، هو عايز يعرفك قيمته في الشغل يقوم سحب ايده. ليه؟ اما تشوف هوية بتقع بقى تعرف انا قيمتي ايه. انت مجرم، انت مجرم، لان سحبة ايدك دي هتوقع الدين مش هتوقعني انا. فانت بتنتقم مني في الدين، ودي اسوأ نوعية والعياذ بالله. انا بحس ان في لهاي كده في يوم القيامة، عارفين الهاي بتاعت الدنيا، جرائم الحرب، محاكم جرائم الحرب. انا بحس ان في اخوة هتتحاسب كمجرمي حرب امام الله يوم القيامة باللي عملوه في الدعوة، بالخزلان اللي خزلوه للدعوة، والنفسنة اللي نفسنوها في الدعوة، وخربوا اعمال في دعوة ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لهم كده، انت فكرك انك لما تسحب دينك، لما تسحب ايدك الدين هيقع ولا تضره شيئا. سحبة ايدك هتخلي ربنا يجيب اللي احسن منك. وده انت لو مت شهيد، حمزة مات شهيد، ربنا بعت خالد اللي هو وعمر اسسوا امبراطورية الاسلام في العالم. مصعب مات شهيد، ربنا بعت عمرو بن العاص اللي فتح مصر. يبقى الدين ما بيخسرش حاجة، انت اللي تخسر. ولا تضره شيئا. اوعى تفتكر ان سحبة ايدك دي سحبة ايدك هتخليك عند ربنا مجرم، وربنا هيجيب اللي احسن منك. والله على كل شيء قدير. انت فاكر ان ربنا ما يقدرش ينتقم من اليهود؟ انت فاكر ان ربنا ما يقدرش يحرر فلسطين؟ انت فاكر ان ربنا ما يقدرش يقضي على الظلم اللي موجود في الارض؟ انت فاكر ان ربنا ما يقدرش يقف في وش الطغاة اللي في الارض في الشرق وفي الغرب؟ فاكر ان ربنا ما يقدرش؟ والله على كل شيء قدير. انت فاكر انها من غيرك الدين مش هينتصر؟ ده انت ممكن تكون انت المشكلة اصلا. ممكن يكون تباطؤك وتكاسلك ومشاكلك هي إيه المشكله اللي معرقله مسيره الدعوه اصلا. والله على كل شيء قدير. الله يقدر ان ينصر دينه بدون اي حد. طب فين الدليل؟ الدليل في الايه اللي بعدها، الا تنصروه فقد نصره الله في اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ايه ثاني اثنين دي؟ ليه يا اخوي؟ اللي هي الايه؟ اديني فرصه اخد شفطه كده. الله يكرمكم، احنا جايين بالسفر على طول خطبه الجمعه على هنا، فنشحن بس البطاريه شرطه كده ان شاء الله ما نخلص ال خلاص يا اخواني في الله. يبقى الا تنصروه فقد نصر الله. الايه دي عن الهجره. يبقى ربنا اتكلم عن غزوتين او معركتين في سوره تبوك، في سوره التوبه. المعركه الاولى كان عدد جنود المسلمين اثنين، ثانيه اثنين. والمعركه الثانيه كان عدد جنود المسلمين 12,000. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. انتصرنا في مين؟ في الهجره اعلى ما انتصرنا في حنين. حنين كانت هزيمه وبعد كده ربنا قلبها نصر سبحانه وتعالى. يبقى كان ربنا بيقول لهم اوعوا تفتكروا ان الدين واقف عليكم، اوعوا تفتكروا ان الدين واقف على اي حد منكم اصلا. ربنا مش محتاجك عشان ينصر دينه. اما كان الدين اثنين ربنا نصرهم، وكانوا اثنين قصاد مين؟ جيوش، كما يقول اهل السير، فضربت قريش في كل وجه. قريش اول ما النبي خرج كانوا يجننوا، جابوا اعظم مقتفي اثار في الجزيره العربيه كلها، وضربوا قوافل في كل الاتجاهات، لدرجه حتى الجنوب. النبي مشي جنوب، ما مشاش شمال ناحيه المدينه، مشي جنوب. الجنوب جابوا الغار اللي النبي فيه. انت مش واخد بالك؟ امال هم دلوقتي لا تحزن ان الله معنا ايه؟ وصلوا للغار من اثار رجلين النبي وابو بكر عليه الصلاه والسلام. جابوا محترف اقتفاء اثار ووصلوا للغار، وربنا برضه عماهم عن النبي عليه الصلاه والسلام. فما كانتش لعبه. و500 كيلو متر مجندين جميع القبائل العربيه بجوائز جباره للاتيان بمحمد عليه الصلاه والسلام حيا او ميتا. فكان مستحيل وصول النبي الى المدينه في الهجره، ده من تاسع المستحيلات اصلا بالمقاييس البشريه. ده مستحيل، ده قد يكون اعظم نصر في تاريخ السيره كلها اصلا. انتصار النبي في بدر اسهل 1000 مره، وانتصار النبي في فتح مكه اسهل 1000 مره من انتصار النبي في الهجره. ازاي اتنين